أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ف
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين